السلام عليكم. غابت الدولة فقفز إلى السطح كل الخارجين عن القانون والمحتالين، وأصبح المواطن هدفاً لعمليات النصب والتضليل والغش. ومع موجة الكوليرا والأوبئة التي تضرب البلاد وانهيار ما تبقى من المنظومة الصحية، ظهرت في شوارع صنعاء وبعض المدن إعلانات تروج عن مراكز للتداوي بالأعشاب وعيادات لمشعوذين يقدمون وصفات علاجية لكافة الأمراض المستعصية. ولم يعد غريبا على اليمنيين أن يسمعوا من يدعي أن لديه دواء للكوليرا وفي إمكانه إرساله إلى أي محافظة في اليمن أو حتى دولة مجاورة. وبرغم كل التحذيرات التي أطلقتها مراكز التوعية المستقلة والمتخصصة مثل مركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني في اليمن، لا يزال المواطنون يقبلون على هذه المراكز بغية العلاج والشفاء بعد أن أغلقت أبواب المشافي في وجوههم. لكنهم كما تتناقل الأخبار يتعرضون لعمليات غش ونصب لأموالهم دون فائدة. وبعد من ذلك تؤكد التحذيرات أن التعاطي مع مثل هذه الوصفات قد يؤدي إلى الموت، باعتبار أن بعض الأعشاب المستخدمة سامة أو تساهم في تأخر المريض في الحصول على الأدوية اللازمة بحسب مصادر إعلامية. مشاهدينا، لتسليط الضوء حول هذه الظاهرة التي تمارس على مرأى ومسمع ومباركة ربما من سلطة ميليشيات الحوثي، ستكون حلقة هذا المساء لمناقشة أثرها وخطرها على حياة اليمنيين. نبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ما يعرف بالطب البديل أو الطب الشعبي على نطاق واسع في المدن اليمنية، خصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. تشهد منازل وعيادات من يمتهنون مهنة الطب البديل أو من يمارسون الشعوذة وأعمال السحر وأدعياء علاج كافة الأمراض المستعصية إقبالا في العاصمة صنعاء وازدحاما لافتا من قبل المرضى. يلجأ المرضى لهذه الأماكن بعد أن فقدوا إمكانية الوصول إلى المستشفيات مع انهيار المنظومة الصحية في البلاد. يقول السكان لم تعد هناك مستشفيات عاملة، وما توفرت فإنها تخصص لعلاج الجرحى والمصابين من مقاتلي الحوثي. الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة والأوبئة تحصد أرواح اليمنيين. يهرب اليمنيون إلى المرافق والمشافي الصحية لكنها لم تعد تفي بالغرض، فتتلقفهم هذه المراكز التي باتت منتشرة وفيها من يعملون على أنهم أطباء في جميع شوارع العاصمة صنعاء بحسب ما نقله موقع يمن مونيتور. وبحسب الموقع نفسه، فإن انتشار هذه الظاهرة نتيجة لاختفاء الكوادر الطبية سيما الأجنبية في مستشفيات العاصمة. غير أن هذا وحده لا يكفي، فما يحدث في العاصمة من ترد خدمي في كل مجالات الحياة وانهيار للمنظومة الصحية لا يقود إلا لسبب واحد، وهو غياب الدولة. فازدهار سوق الشعوذة في اليمن مع انهيار المنظومة الصحية وتفشي الأمراض والأوبئة وغياب الرقابة جعل اليمنيين ضحية المافيا الصحية باسم الطب البديل، كما هو ضحية المافيا الاقتصادية وغيرها من تداعيات وكوارث حرب الانقلاب. العودة إلى زمن الإمامة كما يقول متابعون لم تحمل معها الأفكار الإمامية وسلوكياتها فحسب، بل وجاءت بأوبئتها وعللها أيضا. إذن أرحب مجددا بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر السكايب من برلين، الطبيب والروائي الدكتور مروان الغفوري. أهلا بك دكتور. دكتور مروان، إذا يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور مروان الغفوري، سنحاول التواصل معه. إذا مشاهدينا الكرام، ستكون هذه الحلقة حول كثير من الظواهر الآن، خاصة مع تفشي وباء الكوليرا في هذه الأيام في اليمن. باتت مراكز، يعني ظهرت على السطح كثير من المراكز التي تدعي أنها تقوم بعلاج الكثير من الأمراض المستعصية والمزمنة، والتي من بينها قد يكون يعني حالة مرض الكوليرا وانتشار هذه الحالات على مستوى كثير في الجمهورية اليمنية عموما وفي كثير من المحافظات، سواء تلك التي تتواجد فيها السلطات أو غيرها. إذن يعود لنا مشاهدينا الكرام دكتور مروان الغفوري. أهلا بك دكتور مروان. أهلا بك، مرحبا. إذا دكتور، يبدو أنه ما عدا يعني بالضرورة أن يكون من يمارس الطب أن يدرس كل تلك المراحل الدراسية والجامعية وما بعد الجامعية أيضا العليا، حتى يعني يداوي الناس ويعالجهم. كان يعني الآن بات بالإمكان أن يفتح
أي شخص في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا عيادة ويعالج كطب بديل. هل يعني انهارت المنظومة الصحية في اليمن لهذا الشكل أو بهذا الشكل؟ وفي الواقع المال السائب يعلم السرقة. وعندما تنهار الدولة بشكل عام تنشأ كل الظواهر البدائية، ظواهر ما قبل الدولة، سواء على المستوى الأخلاقي، على المستوى الديني، على المستوى الطبي والعلمي، وعلى المستوى السياسي، أو حتى على المستوى الميليشيوي. لأنه ما هو أكثر ضراوة وشراسة وعنف من تفشي ظاهرة الشعوذة الطبية؟ هو تفشي السلاح والحركة الحرة غير المنضبطة للسلاح في كل مكان. هو أيضا ما هو أسوأ من الضمين، هو سقوط الدولة في يد ميليشيات طائفية لا تخضع لأي قانون ولا تستند لأي مشروعية. لذلك المال السائب يعلم السرقة. نحن الآن بنلاحظ فقط مجرد عرض من أعراض اختفاء الدولة، أو ملمح من ملامح الجحيم. طيب، يعني نحن الآن لا نناقش شيء طرأ، ربما لم يكن ظاهرا بهذا الشكل الكبير في اليمن، لكن الآن بات منتشرا وبات ربما حلا بالنسبة لكثير من الناس بعد يعني إغلاق المستشفيات أبوابها، وكذلك عدم وجود أدوية وارتفاع أسعار ربما تكاليف العلاج. هل هذا يبدو حلا مناسبا بالنسبة للبسطاء من اليمنيين الآن؟ لكن أيضا من باب العدل، أنا أعتقد أنك تشير إلى أمر في غاية الأهمية. في 2014 نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقرير قالت فيه أن اليمن بحاجة ماسة راهنا، في 2014 قبل سقوط الجمهورية، أن اليمن بحاجة ماسة ل 40,000 طبيب. شكل الجمهورية اليمنية كان 10% أرض شبه حضرية و 90% أرض رعوية بتعيش كليا خارج الدولة. ونحن نتذكر جيدا عندما كان سلطان البركان يتباهى في البرلمان عندما انتقدت الحكومة التي سترفع تعريفة الكهرباء، وقال لا أدري لماذا تغضبون من رفع تعريفة الكهرباء ولدينا 70% من الجمهورية اليمنية لا يصلها الكهرباء. 70% من الجمهورية اليمنية التي لا يصلها الكهرباء أيضا لا يصلها الطب الحديث، وبالتالي لا تصلها أي خدمة بالمعنى المدني. وفي هذا الظلام 70% من الجمهورية اليمنية تعيش كل الظواهر، ومن ضمنها الطب الشعبي، يعني الطب البديل، تسمية مش دقيقة لأنه ما فيش طب شعبي يحل محل طب علمي. ويعني اتفق مبدئيا في التسعينات على اتخاذ تسمية الطب التكميلي، وبعدين اكتشفنا أنه برضو ما هيش كافية، قيل الطب الموازي. لذلك دعنا نقول هو الطب البدائي، هو الطب قبل الدليل العلمي. طيب، هل هذه حالة ملازمة لحالة عودة الدولة التي نشهدها إلى بدايتها؟ يعني حالات انهيار كاملة في اليمن يتبعها بالمقابل حالة انهيار في المنظومة والمفهوم طريقة تعامل اليمنيين مع المسألة الطبية. بالضرورة المجتمعات البدائية بتبحث، بتلتمس لنفسها شفاءً على أكثر المستوى بالمعنى الأخلاقي وبالمعنى الطبي أيضا وبالمعنى الديني، بتبحث عن خلاص. يعني أنا لو كنت أعيش في 70% حيث الظلام الدامس وما فيش عندي دعم أو قدرة مالية على أنه أنا أحضر إلى المدينة وأبحث عن طب حقيقي، سألجأ في الأخير إلى أي شكل من أشكال الإنقاذ البدائية اللي بيقدمها الطب البديل، سواء أو الطب التكميلي أو الطب الشعبي، سواء كان علاج روحي اللي هو بين قوسين الطب النبوي أو الطب الشاماني كما يسود في لدى قبائل جنوب الصحراء في أفريقيا، أو قبائل المناطق التي كانت حوالي نهر الأمازون في أمريكا وخلافه. في الأخير أنا شخصيا سألتمس قدر من المنفعة، لأنه عندما تعجز، عندما ما يكونش عندك فيل اوبشن زي ما يقولوا، ما يكونش عندك بدائل كثيرة، بتبحث عن الموجود. طيب، لكن خلي بالك ايضا علشان ما نظلمش الناس، لانه في الاخير يعني من في مارس اللي فات كان نشرت دراسة كانت لافتة، دراسة بتقول انه
المخلوقات الأندرتالية اللي عاشت قبل 50,000 سنة، لما فحصوا حتى قشرة الأسنان تبع هاي المخلوقات اكتشفوا أن هذه أنه في قشرة الأسنان وجدوا أحماض دي إن إيه لبعض الفطريات اللي بتنتج البنسلين، ولبعض النباتات اللي بتنتج الأسبرين. بمعنى أنه الكائن البشري اللي بيعيش من مئات آلاف السنين اهتدى في مراحل كثيرة وفي مواقع كثيرة، اهتدى فعلا إلى وسائل علاجية. وأنه الطب الموازي، خليني أقول الطب الموازي، ما هوش بالكامل شعوذة، وإنما في برضه جزء علمي فيه. نعم، طيب دعنا يعني نبحث أو نسمع أكثر لمظاهر هذه الحادثة أو هذه الظاهرة بداخل اليمن. ينضم إلينا الآن الطبيب جمال عبد المغني من صنعاء. أهلا بك دكتور جمال. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. إذن حدثنا عن كيف يعني يتم الأمر في صنعاء، ما يعرف بالطب البديل، هناك يعني مسميات أخرى مثل الطب الشعبي كما يقترح الدكتور كتسمية أفضل له الآن. انهيار المنظومة الصحية هل ساهم أكثر في ازدهاره؟ كيف هو الوضع في صنعاء في العاصمة اليمنية المحتلة من قبل الانقلابيين؟ الطب البديل هو ليس وليدة اللحظة أو هذه اللحظة بالذات، هو موجود في اليمن من قبل يمكن 20 سنة. اشتهر الطب البديل عندنا في اليمن بالوراثة، يعني حيث يكون الأب هو دكتور وأبناء دكاترة، الابن الأول وابن الثاني وابن الثالث يتم توزيعهم في محافظات الجمهورية بالكامل. يتم استغلال جهل الشعب عن طريق الأمور الدينية، مثلا هناك بروشورات أو خزعبلات تقول لك أنه في أيام الرسول كان يتم التداوي بهذا الطب، وكان هناك فوائد كثيرة لهذا الطب، يعني بيدخلوا للشعب من منظور ديني. للأسف الجهل له دور كبير في هذا الموضوع، على الرغم من هذا الطب سبب لنا كارثة خلال أزمة الكوليرا. فمثلا أحد الدكاترة الأطباء البديل الذي ادعى أنه اكتشف علاج لمرض الكوليرا، وصلتنا 3 حالات إلى مستشفى الثورة تعاني من فشل كلوي حاد نتيجة تناولها لهذا الدواء، على الرغم أن علاج الكوليرا هو علاج بسيط جدا، يتم تعويض المريض بالسوائل بعض المضادات الحيوية وانتهى الموضوع. لكن للأسف جهل الشعب وأيضا استغلال هؤلاء من يدعون بأنهم دكاترة ساهم في تدهور الوضع الصحي بشكل كبير. طيب يعني الآن بحكم المتابعة، هناك ربما يعني قبول أو تردد من قبل الناس أو ذهاب من قبل الناس إلى هذه الطرق وهذا النوع من الطب لمحاولة أن يتعالجوا. كيف يفسر ازدحام الناس مثلا على هكذا أماكن، خاصة أن يعني الأمر ليس كما تقول وليد اللحظة فقط؟ هو يتم استغلاله عن طريق بعض وسائل الإعلام، مثلا بعض دكاترة الطب البديل لديهم إعلانات كثيرة في بعض الإذاعات مثل إذاعة يمن اف ام. طوال شهر رمضان المبارك كان هناك برنامج خاص لهذا الطب البديل يشرح فيه الدكتور كيف يتم معالجة المرضى وكيف اصبحت الحالات بعد وقبل العلاج، على الرغم ان هذا كله كذب، يعني هو كله كذب. مثل ما قلت لك انه يتم استغلال او يتم تكبير الدكتور هذا عن طريق بعض وسائل الاعلام، بعض وسائل الاعلام هذا التي لها صيت وشعبيه عند المجتمع. واذا جيت قارنت تكاليف الادويه كهذا الطب البديل او ما يسمى الطب البديل مقارنه بالادويه وبالعلاجات الطبيه، العلاجات الطبية أرخص بكثير أرخص بكثير، لكن الهالة الإعلامية والشو الذي صنعوا من هذه الإمبراطورية الزائفة جعلت الشعب يتقبل هذا الشيء، وجعلت عياداتهم مزحومة الكثير من المرضى. طيب هذا يضع المسؤولية على الجهات الصحية. نحن الآن نعرف يعني نحن نتحدث في ظل وجود حرب وانقلاب على الشرعية في الدولة اليمنية، لكن هذا لا يعني أن هناك أن إعفاء الجهات الصحية من مسؤوليتها. هل هناك رقابة على هذه العيادات؟ هل تحدث
نوع من أشكال التوعية بالنسبة لليمنيين في حال كانت بالفعل هذه يعني طرق المعالجة هذه بتلك الخطورة على اليمنيين عموما؟ للأسف هذه العيادات وهؤلاء الدكاترة موجودين حتى من قبل سقوط الدولة، من قبل سقوط الدولة، ما قبل يمكن 20 سنة ويمارسوا عملهم بشكل طبيعي، حتى لافتاتهم الذي في عيادتهم فالخط العريض مرخص من مكتب وزارة الصحة. طيب بأي حق يتم ترخيص من وزارة الصحة؟ ومن أعطاك الحق تمارس مهنة الطبابة وأنت لا يوجد لديك أي مؤهلات؟ أي مؤهلات؟ مثلا عندما يتم توزيع البروشورات حاصل على دكتورة عليا في الطب البديل، حاصل على دكتورة عليا، حاصل على دورات تدريبية. طيب عندما تقدم إلى وزارة الصحة وتريد فتح عيادة، مجرد عيادة طبية، يتم طلب منك شهادة مزاولة مهنة، يتم النظر إلى 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 شهاداتك، يتم النظر إلى تخصصك، إلى مؤهلاتك. لكن للأسف لا أظن أن هؤلاء الدكاترة أو من يدعون بأنهم دكاترة يملكون هذه الشهادات أصلاً. هذا السؤال الذي يطرح نفسه، بأي حق يتم السماح لهم بمزاولة هذه المهنة في صنعاء وجميع محافظات الجمهورية، مع العلم أنهم يزاولونها من قبل فترة طويلة وليس من قبل عام 2014، منذ فترة طويلة من أيام حكم النظام السابق. نعم، إذن أشكرك دكتور جمال عبد المغني، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إلى دكتور مروان الغفوري، دكتور يعني يتحدث هنا دكتور جمال عن أن الإذاعات بداخل صنعاء تنشر ويعني تقوم بنوع من العمل الدعائي بالنسبة لهذه الطرق وهذا الطب، وأنت ربما تعرفت على الكثير من الأمور وتحدثت عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك صفحات لبعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن وتقوم بالدعاية لهم. هذا الأمر يضعنا أيضا إذن أمام تسهيل قدمته وسائل الإعلام لذلك، يعني المشكلة مركبة هنا، أليس كذلك؟ بالطبع، طبعا المشكلة مركبة وتستمر مركبة، لأنه في 2006 حضرت محاضرة لعبد المجيد الزنداني في قاعة محاضرات في مستشفى العلوم والتكنولوجيا، وفي المحاضرة كان الشيخ الزنداني يتحدث عن علاجه المفترض أنه العلاج اللي اكتشفه لمرض الإيدز وليستة طويلة لا نهائية من الفيروسات. يومتها قال عبد المجيد الزنداني شخصيا أنه طلب مني وزير الصحة في مكالمة بيني وبينه ألا أجرب هذا العلاج على المرضى طالما والعلاج لم يختبر بعد علميا. وقلت لوزير الصحة بشكل واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوع عباد الله، وأنت بهذا الشكل لا تقف ضدي وإنما ضد النبي، وسأخرج إلى الناس وأقول إنك تقف ضد سنة رسول الله. ثم يفتخر في آخر التصريح يقول ثم تراجع وزير الصحة عن نوايا. نحن أمام مجتمع يتحكم الدين المحاط بالخرافة والخرافة المحاطة بالأسطورة، طبقات فوق بعضها فوق بعض، يتحكم الدين في الصغيرة والكبيرة في حياتك. ولأن الدين أصلاً اختطف لمصلحة الخرافة والخرافة اختطفت لمصلحة الأسطورة، فأنت أمام مجتمع للأسف بيعيش في حالة جنينية، حالة ما قبل المنطق، لذلك بتتفشى مثل هذه الظواهر. نحن لدينا مشكلة عميقة كمان، وهي المشكلة أنه أنت لم يعني ما عندكش ما لا توجد لديك دولة مركزية أو سلطة مركزية عاقلة يمكن الاستناد إليها أو يمكن أن تقف إلى جوارها لكي تحدث تغيير ما عقلي وعلمي. أنا في مجتمع تائه للأسف. خلي بالك أن المشكلة نشأت كالتالي، لكي نضع بس الأمور، لكي نضع بعض المنطق في هذا السيرك الحاصل. في 2016 اشتبك المؤتمر الشعبي العام مع حوثيين في صنعاء في مسألة الزبالة، القمامة في صنعاء. ويبدو أنه المؤتمر الشعبي العام أراد أن يورط الحوثيين في المسألة، وحصل أنه اكتشفنا في نهاية المطاف أنه لدينا 3200 عامل زبالة في صنعاء لم يحصلوا على رواتبهم، فتكدست الزبالة في كل مكان في صنعاء.
واستغل المؤتمر الشعبي العام مسألة الزبالة لكي يسجل هدف في مرمى الحوثيين. ويومتها كتب في يوم من أيام 2016 كتب عبد الله الحضرمي رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم إن القمامة التي تملأ الشارع تشير إلى القمامة التي تحكم البلد. ومن أكوام القمامة هذه بدأت حصل انفجار الكوليرا التي افترست حتى الآن ما يقرب من نصفه. وبحسب الـ WHO منظمة الصحة العالمية فإنه أكبر وباء في التاريخ، أكبر وباء كوليرا حدث في التاريخ بالنظر إلى إلى سرعة انتقال الكوليرا في اليمن بمعدل 5000 حالة بحسب تقرير وزارة الصحة العالمية، بمعدل 5000 حالة في اليوم. خلي بالك إنه المعلومات الطبية يعني الكتب المدرسية بتقول إنه 70% من المصابين بالكوليرا ما بتظهرش عليهم الصورة الإكلينيكية التقليدية للكوليرا، وبالتالي ما نلاحظه إحنا هو عارف الآيسبرغ فينومين اللي هو مجرد قمة جبل الجليد، لأنه جبل الجزء الأكبر من جبل الجليد غاطس تحت الماء. لديك 70% من المصابين مش مبينين لكنهم بيشتغل، ما بتظهرش عليهم الأعراض الإكلينيكية بشكل حقيقي لكنهم بيشتغلوا كناقلين مجانين للكوليرا من مكان لمكان. احنا امام وباء حقيقي خطير للغايه. خلي بالك انه علشان بس هاي المعلومه لك يا وجيه، نعم، يعني في الحرب التركيه الروسيه في القرم اللي حصلت ما بين 1851 الى 1853 الى 1856 استمرت 4 سنين، يعني تقريبا اللي اوقفها الكوليرا مثلا، عندما التهمت الكوليرا المقاتلين من الجانبين. ذلك قد تصل الكوليرا فعلا الى انها تلتهم كل شيء وتوقف الحرب بطريقتها يعني. طيب هي المشكله الان ان يعني ربما الكوليرا لا تؤثر على من يقومون باشعال هذه الحرب بشكل اكبر، بل تؤثر على بقيه المواطنين اليمنيين. هذا الامر سيجعلهم اكثر يهربون او يلجؤون الى اي وسيله ممكنه، خاصه مع اغلاق المستشفيات وتفاقم الوضع الصحي، سوء الوضع الصحي بداخل المدن، الى يعني العلاج بطرق مختلفة عن ما يمكن أن يقومون به في الوضع الطبيعي. إذن هذا الأمر كيف يمكن أن يعالج؟ في الواقع سؤالك بيعيدني إلى 1831. في عام 1831 حصل انفجار كبير جدا كوليرا شرق ألمانيا، ووصلت الكوليرا تحديدا إلى وسط ألمانيا. حدث إنه القتلى تراكم القتلى على الطرقات، ويوم من الأيام في أثناء وباء الكوليرا في ألمانيا وصل استلم جوتا فولفغانغ جوتا الكاتب الألماني الأشهر تاريخيا، استلم رسالة من صديق له قس يسأله عن ما الذي ينبغي علينا أن نفعله في مثل هذا الظروف. وكان رد جوتا التاريخي هو في مثل هذه الظروف لا يمكن لأحد أن يقول لأحد ما الذي ينبغي علينا فعله. إنما تقديري الشخصي هو مطلوب أولا أن تظهر الحكومة ورئاسة الدولة إلى الواجهة إلى وراء الميكروفون. أنا أحن إلى صوت عبد ربه بصورة هذا ليظهر يوم من الأيام ويقول بأنه لدينا مشكلة اسمها الكوليرا والكل، ولدينا مشكلة حقيقية بتهدد صحة المجتمع اليمني، ويدعو الناس فعلا في كل مكان في الداخل والخارج الى عمل كل ما من شأنه للاحاطه بمثل هذه الكارثه. اليوم هذا اليوم توفيت فتاه من وادي الضباب في قريتنا، وصلت فتاه طيبه وشابه قتلتها الكوليرا، بمعنى انه وهي ابعد ما تكون، نحن في منطقه كنا ابعد ما نكون عن زباله صنعاء واكوام القمامه في صنعاء اللي خلقت الكارثه. نحن فعلا محتاجين محتاجين انه الحرب هذه لابد ان تضع اوزارها، لانه في لحظه من اللحظات الكوليرا ستقتل من الشعب ما لم تصنعه مش الحرب الراهنه وانما كل الحروب السابقه. سلام يس. طيب دعنا دكتور نكمل هذا الحوار، لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى حوارنا مع دكتور مروان الغفوري الذي ينضم لنا عبر السكايب من برلين. دكتور، لا يمكن عمل أي شيء في هذا الوضع، أو على الأقل ليس معروفا ما يمكن عمله، لكن أيضا لا يمكن عدم القيام بأي شيء. يعني لابد من فهم كيف يمكن أن مثلا نفكك ما يحصل بالنسبة لعقلية اليمنيين الذين يذهبون سواء في المناطق الحضرية أو النائية للتداوي بهكذا طرق، وهي قد تؤدي كما يقول في شهادته الدكتور جمال عبد المغني قبل قليل أنه هناك نوع من تداوى، من يعني من حاول أن يتداوى بهذه الطرق من الكوليرا، فأصبح لديه مشاكل أخرى، مثلا الآن حالات تعاني من فشل كلوي. كيف يمكن إذن محاولة التوعية لإيقاف هذا التدهور؟ الموضوع معقد طبعا، لأنه طبعا مع احترامي لكلام الدكتور، الفشل الكلوي الحاد واحدة من النتائج الاعتيادية للكوليرا، لأنه الكوليرا هي عبارة عن عملية استنزاف شامل لكل سوائل الجسم، وعندما تستنزف سوائل الجسم تدخل أنت في واحد فشل كلوي، اثنين في اضطراب في أملاح الدم مثل البوتاسيوم والصوديوم وأملاح أخرى، والنتيجة هو أنه تحدث الوفاة بسبب فشل الكلى أو توقف القلب بسبب اضطراب أملاح الدم كالبوتاسيوم والصوديوم. يعني على الأقل هذا يعني أنه لم يتم العلاج، يعني على الأقل هذا إذا ما حدث، لأنه الشفاء بيصل يتجاوز 99% في حال أنه ضبطت الحالة. أنت في الأخير أنت محتاج ممكن مضاد حيوي بسيط، وأهم من هذا كله أنت بحاجة إلى سوائل، إلى إبدال السوائل ومراقبة وإحاطة. المشكلة كالتالي سيدي العزيز، أنت عندما تصاب الناس بالآلاف أنت بحاجة إلى أن تحجز جزء كبير منهم في المشافي، وأنت لديك كفاءة المشافي لديك في المدن غير قادرة على أن تستوعب المئات والآلاف. فهذا يعني أنه أولاً في مجموعة كبيرة من الناس مش هتعرف توصل للمدن بسبب أنه المدن مفصولة عن الأرياف بسبب الواقع الحربي اللي حادث في البلد. ثم ثانياً المدن الحاصلة، سكان المدن، المشافي الصغيرة بوضعها البائس في الوقت الراهن غير قادرة تستوعب على أن تحتوي أي كارثة بالمعنى الحقيقي، لأنها في الأخير أصلاً المشافي القليلة المتوفرة الموجودة في البلد هي بتشتغل مشافي ميدانية للمعارك الحربية. إحنا أمام كارثة حقيقية معقدة للغاية. أنا أعتقد أنه الآن المفروض أنه لابد أن يبذل جهد عالي ومضاعف من قبل الحكومة، من قبل المنظمات الدولية، ومن قبل مجلس التعاون الخليجي، ومن قبل العالم كله. لابد أن ينظر لليمن الآن بلدا منكوبا، ولابد أن تتخذ، لأنه من الصعب أنه نقف نجلس خلف كاميرا على جهتين من الكاميرا ثم نحدد الذي ينبغي عليهم يقوموا به، لكن أن تضع شوف، لابد أن نعالج what kills the patient first، ما الذي يقتل المريض أولا. نحط الآن على الطاولة مشاريع استراتيجية واضحة لتقدم مثلا المعدات الطبية الكبيرة والعلاجات الطبية، وتفتح الأجواء وتفتح الموانئ وتفتح المطار بشكل حقيقي. قد أم فارقة الآن، مواقع أم بتموت على هامش حرب. كان في مصطلح نستخدمه في الطب، مصطلح البريء الواقف على الخط. نحن لدينا معركة حربية، لكن المشكلة الذين يموتون وهم متفقون خارج ظروف الحرب كليا الكوليرا. وعلى فكرة في التاريخ لدى أمم كثيرة جدا غالبا في الحروب البربرية اللي على النحو اللي بيحدث في اليمن، الحروب الهجمات المعقدة ذات الطابع البدائي، بتظهر دائما بتتفشى على هامش الحرب مجموعة من الأمراض والأوبئة الفتاكة إلا إما أنها تضع حدا للحرب، أو أنها تتفوق في قوطع الحرب وبالتالي تضع حدا للتاريخ، كما حدث مع حملة التتار على أوروبا عندما ظهر الطاعون في شرق أوروبا، افترس شرق أوروبا بالكامل إلى آخره. هناك أمثلة ما لهاش نهاية. أنا قصدي أنه الكوليرا واحدة من النتائج المتوقعة لحروب ذات طابع بربري الذي يحدث اليوم. طيب دعني أسألك عن
في الميزان الآن الكوليرا مقابل الانقلابيين أيهما أشد؟ لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفي محمد المياحي، ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ محمد. إذن وضع صحي متردي في البلد منذ الانقلاب والاجتياح، هل عاد بالنسبة لليمنيين ما يعرف بزمن التداوي بالمكاوي، زمن الإمامة أكثر؟ نحن نشاهد ذلك الأمر يتحقق واقعا أمامنا؟ في البداية من المفيد أن نذكر الأمة اليمنية بتلك الحقيقة البديهية التي تقول أن انهيار الدولة يفتح باب الجحيم على كل شيء، وبالتالي يبدو العودة إلى نظام الإمامة وإلى نظام التداوي بالكي وغيره شيئا متوقعا. هذا ناتج طبيعي لسيطرة عصابة بلا عقل ولا ضمير ولا ذاكرة على حياة اليمنيين ودولتهم التي كانت تحرسهم، وإن كانت دولة بالمفهوم البدائي، ولكن هذا ناتج طبيعي ومتوقع. يعني ما الذي كنا ننتظره من سيطرة هذه الجماعة على الدولة؟ هذا هو الناتج. لكن للأسف اليمنيون اليوم يعيشون الجحيم الذي صبه عليهم عبد الملك الحوثي في 21 سبتمبر، ولكن في الحقيقة نظام العودة إلى النظام البدائي الطبي هو يحدث هذا يتمدد على حساب انهيار النظام الصحي في البلد. منذ البداية لم يكن لدينا نظاما صحيا حقيقيا بمعنى الكلمة في اليمن، كان نظاما في مراحله الجنينية الأولى، ومع دخول عصابة الانقلاب إلى صنعاء سيطرت على الجهاز الإداري للدولة. هذه السيطرة أفرغت النظام الصحي كليا من فاعليته، ولاحظنا هجرة الدكاترة نظام الدكاترة القادمون من خارج البلد، هاجر الكثير منهم، تعطلت كثير من المؤسسات، عجزت الميليشيا تدريجيا إلى ما وصلنا إلى هذا الحال. اليمني يجد ذاته مختنقا محاصرا، الى اين يذهب؟ هو يبحث عن اي طريقه لانقاذ حياته، فيجد ان النظام الشعوذه او نظام الكي او نظام غيره هو النظام المتاح والايسر القريب من اليمني والاقل تكلفه ربما والايسر وصولا، فيلجا اليه. ثم ان النظام هذا نظام الشعوذه ونظام البدائي، نظام التطبيب البدائي هذا هو برعايه جماعات الانقلاب ذاتها في العاصمه صنعاء. نلحظ دعايات إعلانية كثيرة وتأجير رسمي من الدولة، دعايات في الشوارع لمراكز تطبيب عبثية تتلف حياة اليمنيين، وكذلك في الإذاعات. هذا يعني أن النظام الانقلاب هو الذي يرعى هذا النظام العبثي، نظام الطب العبثي. في الحقيقة إلى جانب هذا ينبغي أن ننوه إلى أن هناك نقطة مهمة. عصابات الانقلاب صالح والحوثي يدفعان باتجاه انهيار الوضع الصحي والإنساني أكثر في البلد، هذا لصالحهم. هم الآن يستثمرون هذه الفوضى، يستثمرون معاناة اليمنيين من أجل حجز المقاتلين في الداخل، ومن أجل أيضا الضغط على المنظمات الدولية للبحث عن حل وتسوية تفرض من الخارج على اليمنيين بحجة أن الوضع يسير نحو الهاوية أكثر. أستاذ محمد، يبدو أنه منفصل اتصال مع الأستاذ. نعم. محمد نعم. أستاذ محمد إذا عدت لنا. نعم تفضل أكمل. كنت أتحدث عن أن الميليشيا الحوثية عجزت عن توفير اللقاحات الضرورية والأساسية لليمنيين، كذلك نهبت مخصصات التي وزارة الصحة التي كانت تطيب بها مخيمات. اليمنيون فقدوا كل الخدمات الطبية، أيضا اليمنيون نزحوا من المدن إلى القرى، ونحن نعرف مثلا القرى والمديريات وضعها الصحي بدائي للغاية جدا. مثلا في كل مديرية مستشفى حكومي واحد طاقته الاستيعابية هزيلة للغاية. كان هناك نزوح كثير حدث مع الحروب من المدن إلى القرى، هذا أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة في الأرياف وفي مراكز المديريات، أدى إلى ضغط كبير. لجأ البعض إلى استحداث عيادات خاصة، وفتحوا لهم المشعوذون أو الكهنة أو العلاج بالسحر ومش عارف إيش. هؤلاء الذين كانوا قد فقدوا مصادر رزقهم عادوا وفتحوا لهم محلات صغيرة وأكشاك، وبدأوا يمارسون تجارة بحياة اليمنيين. هذا حدث، هذا كله ناتج طبيعي للانقلاب. وأيضا يجب أن ننوه إلى
لا الانقلاب ولا هادي أحدثوا شيء، لم يتحدثوا، لم يصرخوا، لم يقولوا شيئا. يعني حتى أن عبد الملك الحوثي مؤخرا عندما خرج لا يبدو أنه يكترث الحياة اليمنيين، ولا يعلن له شيئا هو سيمارس. هذا شيء مريح جدا بالنسبة له، لأن الحرب لم تحقق لعبد الملك وصالح ما كانوا يطمحون إليه. هم الآن مختنقون وفي حالة انسداد الوضع، فيلجؤون إلى الضغط باتجاه تدهور الوضع أكثر كي يأتي حلا ينقذهم من الخارج. هم هكذا الآن يتباكون ويصرخون ويلجؤون إلى النحيب والعويل، وعلى أن اليمنيين حياتهم تدهورت، وعلى أن الوضع الصحي كارثي، وهكذا يلجؤون إلى هذا الشيء، يستثمرون هذه النغمة من أجلهم. أما نحن فنحن نموت يوميا في هذه البلاد، ولا أحد يعبأ بنا، لا خارج ولا داخل ولا منظمات ولا طرف ولا شرعية ولا انقلاب ولا أحد يبدو أننا نعني له شيئا. إذن أشكرك صحفي محمد المياحي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى الدكتور مروان الغفوري. دكتور، على ما يبدو أن يعني ليس هناك ما يشكل قيمة يخسرها الحوثيون وحلفائهم من استمرار هذه الحرب، كما أيضا أنت تفضل بالحديث على أن رئيس هادي يبدو أنه يعني نوعا ما أيضا لا يعني يقدم ما هو مطلوب بالنسبة لبقية اليمنيين من أداء على الأقل، ويتفق معك شريحة كبيرة من اليمنيين في مسألة تقييم الشرعية. بالنسبة لدول التحالف هي بعيدة كثيرا عن الأذى المباشر في هذه الحرب. إلى أي مدى يعني نقارن الآن في كفتي ميزان بالنسبة لما يقتل اليمنيين أكثر، وباء الكوليرا والانقلاب؟ أي منهما سيكون له أثر مستقبلي أكبر؟ أي منهما يجب الاهتمام به كمسألة عاجلة في هذا الوقت؟ شوف، ليكون واضحا قبل أن نخوض في السؤال، أن المنظمات الدولية التي تتحدث عن حجم وباء الكوليرا في اليمن بالأرقام، في المقدمة منها الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية، هي بتستند إلى راصدين محليين في اليمن. أهم الراصدين المحليين بحسب تحرياتي ومعلوماتي، أهم الراصدين المحليين الموجودين في اليمن هم منظمتان، منظمة عطاء ومنشأها الأساسي في الصعدة ثم انتقلت إلى صنعاء، ومنظمة الاستجابة، وهما منظمتان حوثيتان بامتياز. بصرف النظر عن طبيعة وعن مدى دقة الأرقام التي تقدمها هذه المنظمتان أو الراصدون التابعون لهاتين المنظمتين، المنظمات الدولية، فنحن أمام لعبة جديدة تفتح الآن أبوابها، وتقوم هذه اللعبة على أساس أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي يشككون بالبيانات التي تصدرها المنظمات الدولية باعتبارها بيانات تصدرها الحوثيون. لذلك تتحول أيضا، لأنه بيعتقدوا أن المنظمات الدولية وقعت ضمن خديعة، أو وقعت في فخ نصبته وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء، لأنها منعت أو اشترطت على هذه المنظمات أن تعمل عبر وسيط محلي أو بروكسي محلي، وتحديدا هاتين المنظمتين. وهنا المشكلة أن الحكومة اليمنية لا تبدي فيما يبدو تفاعلا كبيرا، وكذلك ممكن بشكل عام التحالف العربي لا يتفاعل بشكل حقيقي يتناسب مع حجم المأساة المجسدة رقميا كما تعلنها منظمة الصحة العالمية، لأنهم يشككون في الأرقام. إذا استمرت لعبة أن الحوثي يزيف الأرقام، والحكومة اليمنية والتحالف العربي ينكرون وجود المشكلة أو يتجاهلون الحجم الحقيقي للمشكلة، أو يشككون في طبيعة المشكلة أو في كون المشكلة حادة وجسيمة، فهذا يعني أنها فرصة جديدة للكوليرا لكي تلتهم مزيدا من الأراضي اليمنية، وهي الآن تخترق الحدود الفاصلة ما بين الشمال والجنوب وتنطلق للجنوب. لدينا مشكلة، المشكلة ستتفاقم. لذلك أنا أعتقد أنه اللعب أو الكروت أو الأوراق القذرة التي تحرك على طاولة منذ فترة طويلة جدا في الساحة اليمنية منذ سنين ستستمر في الذهاب يمينا وشمالا، وسيلعب بها لمزيد من الوقت، وستكبر المشكلة بشكل سيكون معه من الصعب احتواؤها. طيب، يعني عندما يتحدث مثلا تتحدث المملكة العربية السعودية عن إعطاء دعم بمبلغ مالي معين بالنسبة للمنظمات الصحية العاملة في اليمن لمواجهة الوباء وغير ذلك من المنظمات لتقوم بمحاولة مواجهة وباء الكوليرا، يعني نحن نتحدث هنا عن
نوع من الدعم في ظل وجود شك من قبل هذه المنظمات أساساً في أو من قبل هذه الدولة في طريقة عمل هذه المنظمات؟ هل أيضاً نحن هنا أمام ازدواجية في الفهم من قبل التحالف؟ لا، هو المشكلة قائمة، ويبدو أنه المعلومات بتصلهم، بتصل إلى طرف الحكومة اليمنية وطرف التحالف العربي، لكن هناك الرفض، ليس هم الآن في طور الرفض، رفض الاعتراف بالمشكلة ضمن حجمها الحقيقي الحاد والقاتل، وهم بيعتقدوا أنها مجرد وباء كوباءات كثيرة تحصل في بلدان كثيرة كما يحدث كل كم سنة في بنغلاديش مثلا أو في الهند. لذلك مبلغ 66 مليون دولار أو 70 مليون دولار التي تبرع بها مؤخرا ولي العهد الملك العربي السعودي هو هي عملية كما لو كانت لمحاولة طمس معالم الجريمة يعني. طيب، هذا يعني أن الوضع في ظل هكذا تقارير من قبل الحكومة اليمنية قد يعني ستستمر الحرب أو سيستمر الوضع الحالي، باعتبار أن الوضع الحالي لم يحسم بشكل أو بآخر، في الحروب عادة تحسم الأمور، وسيستمر الوباء بالانتشار وفقا لهذا المنظور، أليس كذلك؟ الوباء سينتشر لأنه الحرب مستمرة وبلا أفق، وبالتالي حسم هذه الحرب، وبينما أعلن التحالف العربي حرب لن تحسم، مين اللي حيحسمها؟ في 26 مارس 2015 أعلن التحالف العربي أنه سيخوض الحرب في اليمن لكي يحسمها لمصلحة استعادة الدولة. أول امبارح في باريس عاملين مؤتمر حضروا أكثر من ما أعرفش كم ألف علشان يغيروا النظام في إيران على أساس إن هم أعادوا الدولة بصنعاء. عك أزلي، ما فيش حاجة هتنتهي، سابوا توقفوا في المخا وراحوا يكملوا الحرب في باريس عشان تسقطوا النظام الإيراني، يعني كلام فيش. إذن يبدو أن الأمور يعني غير قابلة للسيطرة على ما يبدو. إذن دكتور مروان، وصلنا بذلك دكتور إلى نهاية هذه الحلقة، وهي نهاية غير متفائلة على ما يبدو، لكن هي نهاية على كل حال. نأمل أن تصل لهذه الحرب حتى يستقر الوضع في اليمن، ويستقر بالنسبة لليمنيين على الأقل يواجهوا أحد الوبائين وليس وبائين في ذات الوقت. أشكرك دكتور مروان الغفوري الطبيب والروائي الذي كنت معنا وانضميت لنا اليوم عبر السكايب من برلين، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وهو لجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وزملائي في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.